السلام عليكم. السلام عليكم، ازيكم شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم باشمهندس بابا خالد. ان شاء الله انا وباشمهندس علي هنحاول ان احنا نشرح لكم يعني ازاي نمشي في شيت التنكات ان شاء الله مع بعض بسهوله. الموضوع يبقى بسيط ان شاء الله. يعني ان شاء الله هنقسم الفيديوز بتاعت شرح التانكس لمجموعه من الفيديوهات عشان تبقى قصيره بس في الحجم، فما حدش يتخض من عدد الفيديوز، يعني مش هيبقوا كتير ان شاء الله عشان نشرح كل توبيك، يبقى فيديو واحد ما يبقاش حجمه كبير. في الاول بس انا حابب اتكلم كمقدمه مبدئيا. يعني انتوا لو بصيتوا على الشيت هتلاقوا ان هو بيبدا ثانيه واحده. أول حاجة بيتكلم على الديزاين بتاع الووتر سايد سيكشنز، أو بمعنى أصح إزاي أعمل تصميم للقطاعات الموجودة في التانك بإن أنا أعمل كراك كنترول، أو إن أنا أشتغل بطريقة تو ستيجز، الكراك بعد كده أشتغل في الألتيميت ستيت. وليه بعمل كده؟ بعد كده أنواع التانكات بقى بمختلف أنواعها إزاي أقدر أصممها، سواء كان إليفيتد تانك أو ريكتانجلر طبعا، كذا سؤال عليه. وبعد كده الاندر جراوند تانك برضه بانواعه، واخيرا السيركلر تانك. فهنحاول مع بعض في الفيديوز دي نغطي الجزئيات دي كلها. عايز اوضح لكم يعني الفروقات البسيطه يعني ما بين الثلاث حاجات دول. فالاليفيتد تانك بيبقى خزان عالي، بيبقى متعلق على الارض بمجموعه اقدام زي ما هو واضح ده في مرحله الكونستراكشن، عشان كده احنا شايفين الشابه. الاندر جراوند تانك او الريستد على السويل، حاجه زي كده يعني، ده مثلا المفروض ان هو هيبقى اندر جراوند تانك ولسه كل حته دي هتتردم بعد ما ينتهي ايه عمليه الكونستراكشن بتاع التانك. واخيرا السيركلر تانك اللي هيبقى شكله حاجه زي كده، سواء برضو ممكن يبقى elevated وممكن برضو يبقى rested او اندر جراوند تانك. فبدايه لازم نبقى عارفين ان احنا عشان نصمم الكروس سكشنز لازم نتعلم حاجه اسمها الكراك كنترول. المبنى ده منشا مائي، منشا مائي يعني بيتاثر او بيتعامل دايركتلي مع المايه. فانا مهم بالنسبه لي ان اثناء مرحله الوركينج، اثناء مرحله التحميل، لو التانك كله مليان او لاي ظروف في ميه، فده ما ياثرش على تشغيله. ما ينفعش ان القطاع يشرخ بشكل كبير فده يؤدي الى تسريب ميه، او ان الميه توصل حقيقه التسليح فده يسبب صدى. انت كده كده هتعزل، انت كده كده هتحاول تحافظ بلايرز ثانيه من انك تامن نفسك، ولكن برضه لازم تعمل وانت بتصمم تحافظ على الكراك ويدث ويبقى في كراك كنترول. طيب احنا متفقين من قبل كده من السنين اللي فاتت ان في طريقتين، في طريقه ان انا احسب فعلا الكراك ويدث قد ايه، شوف الاكتشوال وقارنه بالالاوبل لكل زون. لو حد بقى فاكر كلمه زون اللي انا قلتها دي، حاجه زي اللي موجوده في الشيت هنا. هو بيقول لك في الشيت والله السكشن اللي انت هتصممه ده اللي عليه نورمال قد كده ومومنت قد كده في الزون الفلانيه. بمنتهى البساطه الزون دي بتعبر لك عن المنشا متعرض للميه بدرجه قد ايه. فزون واحد اقل لهم تعرضا للميه زي المباني السكنيه العاديه. زون اثنين اللي هي مثلا المباني الساحليه اللي هي معرضه لرطوبه عاليه. زون ثلاثه زي التنكات. وزون اربعه اللي هي معرضه للكيماويات، مش مجرد مثلا خزان ميه، ممكن يبقى خزان لماده كيميائيه يعني. فدي اول حاجه اللي هي موضوع انفيرمنتال زون. يبقى انت على حسب الزون بتاعتك بتحدد انت هتقدر تسمح بكراك ويت قد ايه. قال لك انا عندي طريقه سمبليفايد اسهل شويه. الطريقه دي ان انا ازود حديد تسليح بقيمه معينه بحيث اتاكد ان الحديد الموجود في القطاع ده اكتر شويه وبالتالي مش هيشرخ، وفي نفس الوقت هتاكد في الستيج الاولانيه اثناء التشغيل ان القطاع بتاعي مش ما عداش التنشن او مقاومه الخرسانه في التنشن، وبالتالي ابقى انا متاكد ان هو اوريدي مش هيشرخ بنسبه كبيره. فعايزين نبدا اول فيديو ان احنا نتكلم عن question 1، ازاي اعمل تصميم للووتر سايد سكشن. ده اللي احنا هنمشي فيه في كل التنكات، كل التصميمات. بعد كده لما تيجي تصمم الخزان بتاعك هتصمم بالطريقه دي، تمام؟ فببساطه برضو تلخيصا اللي انا قلت ده كله، ان احنا بنحاول نعمل تو ستيجز اوف ديزاين. الستيج الاولاني مجرد ان انا بحاول احمي القطاع من انه يشرخ عشان احافظ على تشغيليه المنشا بتاعي اللي هو في الحاله دي منشا مائي اللي هو الخزان. وبعد كده ستيج 2 اللي احنا كنا عارفينها ان انا هصمم بالالتيميت ميثود عادي جدا، بس مجرد ان انا ادخل فيها فاكتور يعلي لي الحديد شويه لان انا ما حسبتش الكراك ويت بالظبط. ليه انا بعمل كده؟ لان كانش ينفع ان انا احافظ على الليمت بتاع الشرخ عند الالتيميت ستيت، هدفع فلوس كتير قوي ومش هقدر
يعني يكون الموضوع ايكونومي بالنسبه لي. فانا مهتم في اثناء فتره التشغيل، في اثناء فتره ان الخزان مليان ما يحصلش شرخ يعني يسبب لي مشكله، وانه عند الانهيار ان انا ابقى مسيف القطاع زي ما احنا خدنا قبل كده في ديزاين اوف التيميت. فهنمشي في الخطوات كده سريعا، بس مجرد بس بفكركم بالمين رولز اللي انا بصمم على اساسها. ان انا الكريتيكال سيكشنز في اي تانك هاخد بقى زون 1 ولا 2 ولا 3 على حسب ايه. والله في التانكس قال لك لو هو اير سايد فخده زون 2، لو ووتر سايد زون 3. انا ليه شرحت من البدايه هنا؟ لان انا مش بعتمد بس على ان الشيت هو ده اللي هتحله، هو في الشيت محدد لك قايل لك زون 3 مثلا كله في كل الايه السكشنز. لكن لو انت عندك تانك بقى فعلا هتصممه، يبقى انت لو كاتيجوري 2 ده في حاله انه يبقى اير سايد سكشن، ولو كاتيجوري 3 لو ووتر سايد سكشن. يعني عشان تبقى واضحه بالنسبه لنا، التانك ده مثلا الفيت التانك ده لما يبقى المومنت فيه لجوه يعني التنشن سايد ناحيه جوه الميه هتبقى جوه، فبالتالي ده هنسميه ووتر سايد سكشن. والعكس لما يبقى القطاع التنشن بره يعني المومنت للسهم من بره، فبالتالي هيبقى اير سايد سكشن. ده بسهوله شديده ده هيبان معانا اكتر في الامثله بتاعت التانكس. المهم انا عرفت الكاتيجوري بتاعت الايه السكشن اللي انا هصممه، وبقول لك خد بالك من نقطه مهمه جدا، الاندر جراوند تانك هل ينفع يبقى فيه اير سايد سكشن؟ انا كاتب لك قايل لك لا، لان كل حالات التحميل القطاع هيبقى عليه ميه. بمعنى ايه؟ بص على الصوره دي كده، من جوه متوقع يبقى فيه ميه ولا لا؟ اه طبعا، ما هو خزانه يبقى فيه ميه. من بره بتقولي مفيش ميه؟ لا، في بره مياه جوفيه، ودي هتبان وليها تاثير كتير قوي كبير قوي في الديزاين بتاعنا. فبالتالي في الاندر جراوند تانك معظم السكاشن او كل السكاشن بتبقى ايه؟ ووتر سايد سكشن. ما علينا، دي كانت مقدمه بسيطه، اتمنى يعني ما تكونش ازعجتكم. نكمل بقى في الخطوات بتاعت الديزاين. اتفقنا ان هي تو ستيجز، اول ستيج اتاكد ان الاستريسز بتاعتي اقل من الاوبل تنشن، لو حد فاكر او مركز معايا. فاول حاجه ايه هي انواع اصلا الفورسز الموجوده على القطاع؟ نورمال صح ومهم، وخلي بالك ان انا كاتب تحتيهم ايه؟ working stresses. ليه working stresses؟ احنا اتفقنا ان الستيج دي انا بحاول اتاكد من الستريسز بتاعتي بس في اثناء التشغيل، تمام؟ فبالتالي هي working stress. بحسب الستريسز عادي جدا، النورمال فورس في 1000 بحولها، لان ده انت احنا متعودين على الوحدات دي كيلو نيوتن، في 1000 على البي اللي هو thickness عرض القطاع في تي. احنا عشان متعودين ان البي في اي قطاع من سلاب او وول او كده باخده كام؟ بمتر، يعني 1000 مللي. فكاني شطبت دي مع ال 1000 تحت التحويله عشان اسهل على نفسي، بس انا بحسب يبقى اقسم على طول النورمال ستريس كيلو نيوتن على الثيكنس بالملي على طول، يطلع لي بقى الوحدات ايه؟ نيوتن على مليمتر سكوير. ما فيهاش لخبطه، مجرد بس التحويله من دي لنيوتن طيرتها مع العرض ب 1000 للسهوله كاختصار، لو حد متلخبط يعملها عادي من الاول. تاني حاجه الناتجه من المومنت دي عادي، معادلة عادية جدا، حتى أنا كتبت لك المعادلة دي بس قلت لو أنت متلخبط، هي ام واي على اي عادي جدا، الام في التي على 2 ثيكنس بتاع القطاع على 2 هو ده الواي، هي دي المسافة من نيوترال اكسس على بي تي كيوب على 12 اللي هي الانرشيا. طبعا اللي أنا عملته هنا هو اللي أنا عملته هنا، مجرد بس إن أنا التحويلة كانت أنت فاكر بقى إن هي 10 باور 6، الاثنين دي مع ال 12 طلعت 6 فوق، والتي مع الكيوب دي اتشالت بقت سكوير، فبقت المعادلة بتاعتك هي ببساطة 6 المومنت الوركينج 10 باور 6 على العرض في الثيكنس سكوير. طبعا انت عارف بقى ان البي دي بتبقى بكام؟ ب 1000، فشالت من هنا 1000 بقت 6 المومنت 10 كيوب على الثيكنس سكوير. انا عملت ايه؟ انا بجهز المساله بتاعت ان انا دايما عارف لما اخش اصمم مساله ستيج 1 اقدر اقسم نورمال على الثيكنس مره واحده، واعوض في المعادله دي مره واحده اجيب الايه الستريسز الناتجه من الاثنين. كويس قوي. طيب هقارن بقى المفروض بالالاوبل. اسالك معلش، الالاوبل اللي انت عارفه من قبل كده اللي هو الاف سي تي، انا اسف الاف سي تي ار، لو انت فاكر كان 0.66 روت الاف سي يو، ده المقاومه الخرسانه في التنشن. هندخل عليه فاكتور بعد اذنك، فانكشن في الايه؟ في الابعاد بتاع القطاع. كل ما الابعاد بتاعه القطاع تزيد كل ما الايتا دي بتزيد، كل ما الالاوبل ده يقل، تمام؟ ف الكلام ده بعمله ازاي في صوره ستابس بس واضحه عشان تبقى واضحه بالنسبه لكم؟ بحسب حاجه اسمها الفيرتشوال ثيكنس متاثر بالايه؟ بالستريسز اللي انت حسبتها. الثيكنس الاكتشوال اللي معاك اصلا في 1 زائد النورمال ستريسز على الستريسز الناتجه من المومنت، طبعا الاثنين نورمال ستريسز يعني. انا هنا بس باكد عليك ان هي لو ضغط نيجاتيف، لو شد بوزيتيف مش لخبطه، توقع ان هي تبقى معظمها بوزيتيف الا لو عندي كومبريشن فورس.
التشيك بقى ان انا بجمع زي ما قلنا الستريس الناتج من النورمال زائد الستريس الناتج من المومنت، لازم يبقى اقل من او يساوي الاف سي تي ار على ايتا، والايتا دي فانكشن بس معلش مش في التي اكتوال، في التي فيرتشوال اللي انت لسه حاسبه. عندك جدول ظريف لطيف بتخش فيه على حسب الثيكنس، لو اقل من 100 بتاخده بواحد، من 100 ل 200 1.2 وهكذا، لو اكبر من 600 ب 1.4 وهكذا. بحسب الايتا، عرفت الالاول، اتاكدت ان انا اقل منه، يبقى الشرط اللي كنت بقول لكم عليه وبحكي لكم عنه تمام، السكشن مش هيحصل فيه تنشن فورسز معديه الالاول، وبالتالي انا متاكد بنسبه كبيره ان مفيش شرخ هيحصل. اخش على ستيج 2 اللي انا عادي بقى بصمم اكسنتريك سكشن عادي جدا، فانا مش هختصر لكم الكلام ده في واحده، بس هفكرك ان انت بكل الرولز بتاعت الاكسنتريك سكشن، سواء بقى كان اكسنتريك تنشن او اكسنتريك كومبريشن، هتهمل النورمال فورس او هتهمل المومنت، كل الستبس القديمه عادي جدا، بس زي ما اتفقنا هزود الحديد شويه لان انا مش حاسب بالطريقه الاكزاكت اللي هي بتاعت الكراك ويث زي ما اتفقنا، فبحسب بالبيتا كراك تحت تاثير الالتيميت لود عادي جدا، وبدل ما استخدم الاف فيلد واستخدم بيتا كراك في الاف فيلد. دي بعض التيبلز لازم استخدمها، لازم استخدمها، مهمه جدا في التصميم المنشات المائيه قبل ما اعمل الديزاين بتاعي. ايه هي؟ اول حاجه البيتا كراك دي قيمتها قد ايه؟ قيمتها قد ايه بتتحسب على اساس حاجتين، اول حاجه الزون اللي انت فيها، طبعا دي بالكود الجديد هي 420، يعني الارقام دي كلها صح بالنسبه للكود الجديد، بس طبعا اف فيل دي 420 بدل 400. انت كاتيجوري كام؟ تمام، يعني كاتيجوري 1 كاتيجوري 2 كاتيجوري 3 او 4 على حسب انت كاتيجوري كام، والاف فيل بتاعتك كام. اخر حاجه كمان القطر اللي انت مستخدمه كام، يعني ببساطه شديده عشان اشرحها لكم، انت لو عندك قطر صغير فده معناه ان نفس الاريا ستيل هتبقى عندك عدد اسياخ كتير، فكانك بالظبط بتيجي بتخيط حاجه، مش لما تعملها غرزتين غير لما تعملها 10 غرز، اني الاقوى اللي هتعملها 10 غرز، ده هيقلل الكراك اللي ممكن يحصل، لان انت كانك عامل غرز كتير قوي 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 بدل ما يبقوا 2 3 من فاي 32 مثلا. فهتلاقي هنا ان انت كل ما القطر بيقل كل ما البيتا كراك بتزيد عندك تقرب من الواحد، والعكس بيحصل لما تكبر الايه الفاي. طبعا كل ما تبقى في كاتيجوري اوحش او يعني متعرضه اكتر للميه، فبالتالي البيتا كراك بتاعتك هتبقى اقل. ده ببساطه شديده. فبنخش عادي بالقطر اللي احنا المفروض ممكن نشتغل 18 22 16 حسب الكاتيجوري اللي احنا فيها. وطبعا لو ما عندكش حاجه في الجدول، يعني مثلا احنا عندنا 420 زي ما قلت لكم، دي المفروض 420، لو اف فيلد 400 هاخد البيتا كراك الاقل، يعني القيمه اللي تطلع لي بيتا كراك اقل، الثاني هاخد اف فيلد ب 420 هي اللي استخدمها ال 400 وهكذا. نفس الكلام لو انا مثلا ما عنديش قطر معين، ممكن يا اما تعمل انتربليشن، يا اما زي مثلا هنا ما عندكش 16 فتاخد القطر الاكبر، انت فعلا بيديك بيتا كراك اقل. لو صعبه بالنسبه لك احسبها بايدك كذا مره بحيث تتاكد من اللي انا بقوله. فانا زي ما قلت لك كل ما صغر القطر كل ما يبقى احسن. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه الكلير كفر، احنا سمعنا المصطلح ده كتير والنهارده هنتعلم ان في حاجات بتحكمه. الكفر زي ما اتفقنا من زمان هدفه انه يحكم الديورابيلتي، يعني او انا اسف يحكم الـ 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 يحمي الاسياخ من اي هجوم ممكن يحصل عليها بقى، سواء من كيميكال سواء من مياه سواء من صدى. فالكفر ده دوره هيكيد مهم جدا في مبنى متعرض للمياه او اصلا هو خزلان بيتملي مياه، فعلى حسب نوع الالمنت وقوه الاف سي يو على حسب ما اختار الكفر بتاعي. فالسلابز والحائط الاف سي يو لما تبقى اقل من 25 ادي الكفر لكل كاتيجوري، ونفس الكلام لما تبقى اكبر من 25 بتبقى قيم مختلفه. طبعا لما تبقى اكبر القيم بتاعتها متوقع تبقى اقل شويه. اي حاجه تانيه بقى سواء كان بيمز او كولمز او ايا كان بستخدمها برضو من الجزء ده من التيبل. انا بقول لك هنا بس خد بالك ان ده الكلير كفر، يعني ده مش اللغايه سنتر لاين زي ما كنا المفروض 5 سم قبل كده، لا ده الكلير كفر. بفكرك بقى ان معظم السكيشن غالبا غالبا بستخدم لها الابروكسيمت ميثود، لان معظمها بيبقى تنشن فيلير، لان المومنت بيبقى كبير قوي مقارنه بالنورمال فورس سواء كان كومبريشن او تنشن. ولكن لو السكشن ما كانش موفي الشروط مفيش مشكله، طبعا محتاج بقى ترجع تذاكر الاكسنتريك سكشن ديزاين سواء كان اكسنتريك كومبريشن او تنشن وهكذا عشان تفتكر. انا بفكرك بس برولز ان جنرال بتاعت النورمال والمومنت، لو كومبريشن ولو تنشن، ان انت كنت تقسم الاكسنتريستي هي المومنت على النورمال، لما تبقى كبيره قوي غالبا تنشن فيلير فتسيوم تنشن فيلير، تجيب الاي اس اللي هي كانت اي زائد تي على 2 ناقص الكفر، ومنها تجيب المومنت الابروكسيمت اللي هو النورمال في الاي الجديده دي وتحل. بس تاخد بالك ان الاريا ستيل اللي بتجيبها باي كيرف هيطرح منها الجزء بتاع الكومبريشن،
نفس الكلام هنا، بس الاي اس اي ماينس تي على 2 زائد الكفر. المومنت نفس الطريقه، التنشن فورس مضروبه في الاي اس، استخدم اي كير عادي بتحسب الار اس سي، بس تجمع عليها الجزء بتاع الايه النورمال فورس لو تنشن. خد بالك هنا انا زودت لك البيتا، يعني برضو الجزء ده من القانون هيبقى فيه افيل فتضرب في بيتا. احنا عارفين ان احنا جايبين البيتا عشان اصلا نقلل الافيل شويه. بقول لك هنا نوت بسيطه جدا طبعا، ان في الاير سايد سكشن، يعني في الحته اللي اوريدي هي اير سايد سكشن ناحيه التنشن بره، كويس، لازم تميك شور ان الناحيه اللي فيها ميه مش هيبقى فيها تنشن. بمعنى ايه؟ ان القطاع بتاعك الاسترسز اللي عليه، خلينا ارسمها حتى. انت مثلا مفترض انه ده القطاع بتاعك سي مثلا عليه ستريسز عامله كده، كويس، ادي المومنت، وبالتالي التنشن الناحيه دي والكمبريشن الناحيه دي، والناحيه دي اير سايد سكشن. ولكن انا في الاير سايد سكشن لازم اتاكد ان الاكسنتريستي بتاعتي مش عاليه قوي لدرجه ان الستريسز تبقى عامله كده. لو حد مركز هيفهم انا بقول ايه، ان هنا تنشن وهنا كمان تنشن، وبالتالي هنا بقى ناحيه الميه، فممكن يكون زاد عن القلق والفلق. عشان اتاكد من كده بتاكد ازاي؟ رول بسيطه جدا، ايه اقل من تي على ست. جت منين؟ من المعادلات اللي قلناها فوق. لو حد شاطر يمسك ورقه وقلم كده يحاول يستنتجها، يقول ان انا مش عايز يبقى فيه هنا تنشن ستريسز، واحسبها واستنتجها مع نفسي، وهتلاقوها في الليكتشرز موجوده ان شاء الله. تمام، طيب يبقى ده برضو ايه خطوه بسيطه جدا لو اير سايد سكشن اقدر اعملها. اخر حاجه بقى عشان ابدا احل معاكم امثله، لو انا عندي بقى بدايه سؤال، انا خلاص قلت لك المفروض انك تعمل ستيج 1 وستيج 2، بس لو انا مش مديك الثيكنس اصلا هنفرضه ازاي؟ لازم الاقي طريقه ابروكسيمت افرض بيها الثيكنس من السترينج اكشنز اللي عندي، وده موجود لو برضو مثبت في المحاضرات. انا هنا بس بديك الفاينل اوتبوت عشان نستخدمه على طول. لو انت عندك اكسل تنشن بتفرض على طول الثيكنس، خلي بالك من الوحدات، بنص النورمال فورس، بس النورمال فورس عوض بوحداتها عادي بالكيلو نيوتن، هيطلع لك الثيكنس بالملي. لو انا عندي بيور بندنج باخد سكوير روت المومنت، خلي بالك الوركينج، وضرب عن النورمال الوركينج في 10 باور 4 على 3.5 ملي، ممكن 3.5 او 3 مش هتختلف، هو ده في الاول في الاخر فرض الثيكنس وهنتشك عليه. الاكسنتريك تنشن نفس الكلام، بس بجمع عليه 30 ملي، ده تنشن، ده اللي انا خايف منه، بكبر القطاع شويه عشان اامن نفسي انا، وانا كده كده هعمل تشيك ليست. الكومبريشن نفس الكلام بتاع البندنج، ولكن ايه بطرح منه 30. اتمنى بس الموضوع ده يبقى واضح، احنا مجرد بجمع لكم رولز ورا بعضها وهنحل دلوقتي شويه امثله. طيب خلينا نقول ده مثال مديك فيه الزون البندنج مومنت النورمال فورس، وقال لك ان هي تنشن الاف سي يو والاف في. انت محتاج حاجه ثانيه عشان تبدا ديزاين؟ ده نفس اللي انا مديه لك هنا. انا معرفك ان بي في 1000 معظم القطاعات، وده هو فعلا البي هنا، يعني هي مش باينه هنا في السؤال، ولكن هي فعلا البي ب 1000 قبل ما تحل. وبيقول لك حل، طبعا هو طالب منك الكونكريت كفر، بس انا عارف ان انا كده كده لازم اجيبها من التيبل عشان ابدا احل واسيف القطاع بتاعي. فنشوف كده، انا مقسم الحل بتاعي لايه؟ الستيج 1 اللي هو ان كراك سكشن اناليسيس، والكراك سكشن اناليسيس ده بقى ايه اللي هو الالتيميت، ساعات بيسموها الكراك لان القطاع طبعا شرخ خلاص وقرب من الانهيار. انا عايز احافظ على ان الانهيار بتاعي يبقى داكتايل زي ما احنا دارسين قبل كده، وبسيف ان المومنت بتاعي يبقى سيف بالحديد اللي انا هاخده. فاول ستيج انا بعمل فيها ايه؟ انا عايز اتاكد من ان الثيكنس اللي موجود ده يخلي الاستريسز اقل من القلاب. فزي ما رجعنا وشفنا، يعني طيب احنا عندنا السترينج اكشن الموجود ايه؟ اكسنتريك تنشن، يعني مومنت تو تنشن، فاقوم معوض في المعادله دي عشان اجيب الثيكنس، وده اللي انا عملته هنا. ضربت المومنت في 10 باور 4 على 3 او 3.5 مش تفرق كتير، زائد الايه؟ ال 30 هيساوي الرقم ده. هنا قربته لاقرب 600 مللي. خد بالك انه الثيكنس بحاول اقربه دايما لاقرب 5 سم بالزياده زي ما احنا عارفين من زمان، فما تاخدش رقم وتشتغل بيه زي ما هو يعني. كويس؟ جبت الايه؟ الثيكنس ده لا هبدا بقى تشيك عليه فهحسب نورمال ستريسز اللي هي ايه بقى، اتفق زي ما اتفقنا ان على الثيكنس على طول. هنا انا ببين لك، فبينت لك انه ادي 1000 وادي 1000 طاروا مع بعض، فكاني قسمت ده على ده على طول، طلع لي الرقم ده. المومنت هنا برضو انا حسبتها ان ديتيلز، يعني مومنت في تي على 2 زائد بي تي كيوب ده على 12، فانا عوضت كل ده بالارقام جبت الستريس ده. هقارن على طول؟ لا استنى، احسب الايتا اللي انت محتاجها اللي هي لازم تحسبها عن طريق تي فيرتشوال، فالتي فيرتشوال هيساوي التي اللي انت جايبها
واحد زائد النورمال على المومنت. الرقم ده على رقم ده طلع لك رقم اكبر من 600 شويه، وانا عارف ان انا في 600. هشوف الجدول ده يبقى ايه، الايتا 1.4. عوضت عادي في المعادله بقى انه ده زائد ده المفروض يبقى اقل من 0.6 روت الاف سي يو على 1.4. جبت الايه، اتاكدت ان انا فعلا القطاع بتاعي ده تمام والثيكنس ده اقدر استخدمه. اروح بقى اعمل الايه، كراك سكشن اناليسيس. انا اصمم عادي اكسنتريك سكشن، فدي انا مش هاخد وقت فيها معاكم كتير، بس مهتم بحاجتين، انك تقدر تطلع الكلير كفر وتقدر تطلع البيتا. فخلينا نحاول نطلع الاثنين من الجدول. انا عارف الاف سي يو ب 30، عارف ان ده بيم، وعارف ان انا في كاتيجوري 4 اقدر اجيب الكلير كفر. طيب بعد اذنكم كده نشوف الجدول. انا عارف ان دي بيم فهي اول اذرز لان هي مش سلاب ولا وول، عارف ان انا كاتيجوري 4، وعارف ان اف سي يو اكبر من كام؟ 25، فالكلير كفر ب 40. تشيك. البيتا بقى انا هاسيوم بقى الفايل اللي انا استخدمها، فانا استخدمت هنا فايل 22 زي ما هتاسيوم، زي ما هتجيب البيتا مفيش مشكله. فانا فرضت ان الفايل ب 22 كويس، وانا عارف بقيه الحاجات ان انا زون 4 وان انا الاف فيلد بتاعتي ب 400. هخش هنا الجدول، الاف هنا هتبقى 420، يعني هي بس دي انا هكتبها غلط، بس ده عشان الكود الجديد يعني. لكن 420 فانا هاخد 400، لان لو لاحظت انا باخد البيتا الاقل طبعا. المهم يعني، فهخش هنا اف فيلد 400 كاتيجوري 4 قطر 22، طلع لك البيتا كراك ب 0.67، فده اللي انا طلعته يعني. تمام، يبقى انا كده مجهز المساله بتاعتي. ما تنساش عشان في ناس كتيره بتغلط وبتكمل على طول نفس المومنت والنورمال. هنا دي ultimate ستيج صح، فضربت المومنت في 1.5 والنورمال في 1.5، ما تنساش. انا بقى بكمل المساله ان ديتيلز، وبحسب الكفر الاكتشوال بقى اللي هو لغايه السنتر لاين عشان اقدر اجيب دي من التي. فبقول ان الكفر بتاعي يبقى الكلير كفر زائد الايه، الفوايل على 2. صعبه تالي ما فيهاش مشكله. دي الكلير كفر ودي القطر بتاعك على 2، وده ايه، نص الستيرب. لو مش فاهمينها هيبان في رسمه السكشن. يعني بص هنا، انت عايز الكلير كفر اللي تحت هتجمع ليه قطر الكانه ونص الايه، الفوايل. مفيش مشكله، يبقى جبت الايه، الكفر الاكتوال اللي انت بتحسبه، جبت الدبث اللي هو تي ناقص الايه، الكفر ده. بعدين بحل مساله اكسنتريك سكشن عادي جدا، معايا نورمال فورس تنشن ومعايا مومنت، بجيب الاكسنتريستي وبشوف هي اكبر من دي ماينس دي داش على 2 ولا لا. طلعت اكبر فمعناها بيج اكسنتريك زي ما قلت لكم، غالبا القطاعات تبقى كده. فبجيب الاي اس اللي هي ايه، اللي هي الاي اللي عندك زي ما قلت لكم هنا، كانت ايه، كانت اي ناقص تي على 2 زائد الكفر. فده اللي انا عملته هنا، وحسبت منها الايه، الابروكسيمت مومنت او الام يو اس، طلع طبعا بالرقم ده. واخش عادي بقى سي 1 جي، اصمم اجيب الجي وبعد كده اجيب الاريا ستيل. خد بالك بقى هنا دي الحته المهمه اللي بتضرب فيها الايه، الاف فيلد بتاعتك في 0.67. هو ضربها بره، ضربناها بره وعضناها بيها على طول، وتجمع الجزء بتاع التنشن عشان تزوده على الحديد بتاعك. طلعت الحديد، انت هنا كنت مصمم بسي 1 جي، فما فيش اريا ستيل داش، بتحط المينيمم على الاقل، والاريا ستيل مينيمم بالمعادله بتاعتها عادي بدل كاميرا، وترسم السكشن بتاعك كويس كده. انا عملت فول ديزاين للسكشن. هنا كان مومنت وتنشن. خلونا ناخد مساله ثانيه، مومنت وكمبريشن، ونشوف الموضوع يختلف فيه. لو انا عندي مومنت وكمبريشن، اتفقنا ان انا بفرض الثيكنس ازاي من المعادله دي، ده اللي انا عملته فعلا على طول بقى. المومنت 10 باور 4 على 3 او 3.5 ناقص 30، يطلع الرقم ده، بقربه لاكبر 5 سم. جبت النورمال ستريسز وجبت النورمال ستريسز بس بتاعت المومنت، الرقمين دول خلي بالك دي بإشارتها، فدي نيجاتيف، دي كومبريشن يعني دي ماينس دي. حتى في المعادله هنا بتاعت الدي تي فيرتشوال هو الثيكنس واحد ناقص النورمال ستريسز، ليه ناقص؟ عشان هي كومبريشن على المومنت، هيساوي 490. قلت شويه، اخش التيبل اهو، التيبل اجيب الايه، الايتا دي 400 وشويه، يبقى 1.35. جبت 1.35 الايتا، معايا كل ستريسز، يبقى انا جاهز اتشيك. عملت التشيك طلعت سيف، يبقى الثيكنس اللي انا حسبته ده تمام. كل اللي انا بعمله هنا لما باجي افرض الثيكنس، ان انا بسهل على نفسي ان انا ما اعملش اتريشن كتير. انت لو بدات الثيكنس ب 300 تلاقي دي ان سيف، هتعمليها تزوده. فالهدف من ان انا افرض المعادله دي من الاول، ان انا ما اقعدش اعمل اتريشنز كتير. لو حد يعني عايز يتابع معايا يفهم ليه بنفرض الثيكنس من الاول. خلصت اول ستيج، هعمل بقى تاني ستيج، اتاكد ان السكشن بتاعي تمام عند الالتيميت كيس. بضرب المومنت والنورمال في 1.5، بجيب الكلير كفر فانكشن في الاف سي يو والكاتيجوري او الزون
وان هي بيم من الجدول، وبجيب البيتا من الجدول الثاني زي ما اتفقنا. خلينا نجرب نجيبهم برضو. الاف سي يو هنا اقل من 25 وزون 4 وكاميرا، نعرف نجيب الكلير كفر. طيب اقل من 25 اهو كاميرا الجدول ده، زون 4 اهو 45، تمام 45. القطر الاقصى انا فرضته ب 12 مللي، الاف فيلد ب 360. اقدر اجيب، وطبعا انت عارف انه زون 4، اقدر اجيب البيتا كراك. اخش هنا طبعا دي هتبقى في كود جديد 350، معلش انا بعتذر لو في اختلافات، بس هي بسيطه يعني ما بين التو كودز. الارقام دي صح يعني، الارقام دي كلها كود جديد. فاخش كاتيري 4 عند قطر 12، اقابل انهي واحده فيهم بقى عند 350، جبت البيتا كراك ب 0.93. تمام، استخدم في المساله ايه؟ هنسى بقى خلاص الاف فيلد واجيب الايه؟ الاف فيلد المضروبه ببيتا كراك، واجيب الكفر الاكتوال اللي هو الكلير كفر زائد القطر الكهنه زائد الفاعل 2، جبت الكلير كفر، جبت الدبث، اقدر اصمم عادي. بس خد بالك ان ده نورمال كومبريشن، فاعمل ايه؟ عادي جدا زي ما بصمم اكسنتريك سكشن. اول حاجه هتاكد ان انا من النورمال فورس ولا لا، فاكتشفت ان انا اقل من 0.04 فهعملها. ده اللي هو كان عشان افكركم لما كان عندك الانتراكشن دياجرام، كنت بتقول ان انت في الجزء ده لغايه هنا معادله الكولوم بتهمل المومنت، وهنا عند ليميت معين اللي هو ده بتهمل النورمال وبتعتبر ان انت مومنت بس. ده اللي حصل هنا. هنا انت محتاج تهمل الايه؟ النورمال فورس وتصمم على مومنت بس. ده اللي احنا عملناه. صممت على مومنت بس سي 1 جي عادي، جبت السي 1 طلعت كبيره، جبت الجي، جبت الار اس تي، وخد بالك ان هي مضروبه في الاف فيلد اللي هي مضروبه في تكراك. حسبت الاير ستيل ومنها الاير ستيل داش عند المينيمم، الاير ستيل داش في حاله الكاميرات اللي هو 10% ستيرب هانجلز يعني. حسبت الاير ستيل مينيمم بالمعادله بتاعتنا عادي جدا، شكيت ان انت حسبته اكبر ورسمت السكشن، فما فيش مشكله. اتمنى يبقى الموضوع واضح في تصميم القطاعات. هتلاقي كل الكلام ده بقى موجود هنا عادي جدا، لكن واحد هيسالني بقى هيوقفني يقول لي يا باشمهندس كل حالته ريكتانجلر، طب لو انا عندي بقى تي سكشن هيفرق في ايه؟ اللي هيفرق فيه لو انت خدت بالك ان المعادلات دي هنا انا بسطتها للايه؟ للريكتانجلر سكشن بس. طب لو انا عندي تي سكشن يبقى احسب من الاساس، والله هنا بقى الاريا نورمال على الاريا يبقى لازم احسب الاريا اللي فعلا موجوده، وهنا الانرشيا ما اقدرش ابسطها بقى، الانرشيا مش تبقى بي تي كيوبد على 12، لكن هقعد احسبها فعلا عند السي جي واحسب السي جي وهكذا. طيب نشوف مثال سريع على الكلام ده. لو انا عندي تي سكشن هعمل ايه؟ هو انا عندي مثال اهو في تي سكشن، مديك البي كابيتال بتاعته زي ما هي هو مديها لك هنا، تمام، مديك العرض الصغير، مديك كل حاجه. يبقى الموضوع هيبقى بسيط ان شاء الله، بس انك تبدا من الاول، تبدا من الصفر، مش هتقدر تعوض على طول في المعادلات اللي احنا استنتجناها. هتفرض الثيكنس عادي، ما عندكش بقى معادلات ثانيه تفرض بيها، وكده كده هتعمل تشيك فرضت عادي ده مومنت ونورمال فورس تنشن، فاستخدمت المعادله وجمعت عليها ال 30 مللي، طلعت الرقم ده قربت الاكبر 5 سم. تمام، هجهز بقى الايه؟ البروبرتيز اوف اريا. الاريا بتاعتي هتبقى كام؟ ده ثيكنس بتاعه 650، انا عارف ان السلاب هنا ب 150 فجبت الباقي اللي هو 500. سوري. طيب كويس ان احنا بقى في فيديو، ان انا مش قدامكم وحطست يعني. المهم فادي الاريا خلاص، يبقى الاريا بتاع الريكتانجل ده والريكتانجل ده حسبت عادي السي جي بتاعي، حسبت الانرشيا عادي جدا، واستخدمت بقى الكلام ده على طول في معادلات الاسترسز، فده نورمال على الاريا، وده المومنت في واي على اي. الواي انت جايبها من هنا بقى خلاص، الواي اللي هي من السي جي، انسى بقى تي على 2 ده لان ده تي سكشن. الخطوات الثانيه ما اختلفتش، هتحسب الفيرتشوال ثيكنس اللي هو في 1 زائد النورمال على المومنت، بما ان دي تنشن فدي بوزيتيف، جبت الرقم ده اكبر من 600، عرفت الايتا، اقدر اقارن على طول ده بده. مدام ده سيف الثيكنس ده تمام، اقدر بقى اصمم عادي اكسنتريك سكشن. تالي الديزاين بتاعه كتي سكشن مش صعبه خالص، الخطوات بتاعت الفير كفر مش تختلف، بتاعت البيتا مش تختلف. طلع هنا سي انه تنشن فيلير مثلا، عملت اسامبشن تنشن فيلير وحسبت من المعادلات، طلعت ان انا هنا نجلكت برضه النورمال فورس، احسب سي واحد، اجيب الجي، اجيب الاريا ستيل، ما انساش اضرب في تكراك وارسم السكشن بتاعي. اتمنى ان الموضوع يبقى واضح، ما يبقاش في اي مشكله في الكويشن الاولاني. هنوقف الفيديو عند هنا عشان نقدر نبدا فيديو جديد لشرح موضوع جديد، وان شاء الله الموضوع بسيط وتقدروا تحلوا الشيء بمنتهى السهوله. شكرا ليكم وبالتوفيق ان شاء الله.